موسى مريقح صراحه هو اللاعب الافضل وجهه نظري من افضل الاجانب اللي جو الموسم الاخير هذا مع كورنادو الاتحاد، مع ايضا في ثالث انا يعجبني. المهم موسى لاعب كبير ومهاجم معنى الكلمه، لما وضع في مكانه المناسب سجل هدفين. دائما يعني راهنت الجماهير والنقاد على انه موسى ما وضع في مركزه، ومع ذلك كان يبني بلا حسن وساهم في قياده الهلال الاسيويه. يعني موسى لاعب معنى الكلمه، مكسب للهلال في كذا مركز. بعدين يعجبني على انه لاعب في دوري اوروبي والى اخره، لكن تحس انه لاعب محترف يقاتل، ما عمر ما تذمر رغم انه مو مركزه، لكن يساعد زملائه، تجد يرجع وقت الهجمه. لاعب صراحه من فئه الخمسه نجوم، لاعب محترم. ان شاء الله يستمر كذا، اتمنى ان شاء الله يستمر كل المباريات المقبله، والمدرب ما يوهقنا ويرجعه يستمر راس حربه، والربع يخدمون عليه ان شاء الله تضبط الامور. اهنيك يا موسى، والواحد حقيقه يفخر بوجود هالاجانب المتميزين مثل موسى.